الشريفين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. صحت الشريفين. يوم رمضان 28 رمضان الموافق 19 أبريل 2023 دخول الإسلام. خونا أنيس بالنسبة كان عنده الاسم تاعو روبان كريستوف تغير ولا اسمه أنيس، أعلن شهادته لدخوله للإسلام والحمد لله بحضور السادة الله يبارك ما شاء الله. وحنا واش نقولوا؟ نقولوا مرحبا بك. الإسلام ماهوش للجزائريين ولا الواحد ولا اثنين، الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى رحمة إنا أرسلناك رحمة للعالمين. فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد خونا كريستوف سابقا واليوم راه خونا أنيس ما شاء الله الله يبارك اسم الله يبارك أنه قد تم إسلامه. ونسأل الله سبحانه وتعالى قناعة بعد ما كان مطلع وبحث عن الإسلام والقبل الإسلام عنده تقييد عنده حدود، ما فيش حرية مطلقة أنه يدير واش تحب. لا عنده الحمد لله عنده السلم عنده الأمان عنده حدود أنه الإنسان ما يتعداهمش، لكن الحمد والشكر قنع بهذا الأمر وجاء على الإسلام. وهنا في مديرية الشؤون الدينية لولاية البويرة أمجة تاعو هذه زوجة تاعو جزائرية خير الحمد لله هي كانت سبب الإسلام تاعو. إن شاء الله ربي يبارك فيها إن شاء الله وربي يحفظها إن شاء الله. ميرسي ميرسي بوكو توكا بلو با جو تخي فيير إي جو تخي كونتون. ميرسي بوكو.